حياكم الله مشاهدينا الكرام اوفياء برنامج لآل الاتحاد. عودناكم دوما على استضافات مميزه وناجحه داخل دوله الامارات العربيه المتحده. اليوم مذاق خاص بحلقتنا، نتحدث عن الازياء والجمال والاقمشه المميزه. اليوم نحن متواجدون باماره ابو ظبي، نتحدث عن ابو شيخه للخياطه مع سيد عبد الودود، عن النماذج الافغانيه لللباس التقليدي والباكستاني والمغربي، وايضا اللباس الاماراتي العتيق. نتحدث عن كل هذه النماذج الخاصه بالثياب وبالجمال بحلقتنا اليوم لآل الاتحاد، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لآل الاتحاد. اليوم نحن متواجدون بإمارة أبو ظبي، اليوم نتحدث عن الزي الأفغاني الأصيل بأقمشة رفيعة المستوى. اليوم نحن في ضيافة أبو شيخة خياط الفستان للأزياء. اليوم معي سيد عبد الودود. أهلين أستاذ عبد الودود. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك معنا اليوم في برنامجنا. في البداية حابين نتعرف عليك، نتعرف على شخصك، متى قدمت هون إلى دولة الإمارات؟ هذا الشغل الجميل للفساتين اللي عم نشوفه اليوم من أبو شيخة للخياطة. اسمي عبد الودود كريم الله، جاء إمارات تقريبا في 1992 شهر أفريل تاريخ 28. أول أن دخل الإمارات جاء في المحل باسم فتاة اليوم للخياطة والتطريز. هاي محل أخونا أكبر من أنا يعني. أنا أشتغل هناك بالمعاش 1200 درهم. سنتين أنا شغل هناك في المحل باسم فتاة اليوم. وبعدين بعد سنتين أنا سافر بلاد، راح بلاد 6 شهر أنا جالس هناك، وأنا أرجع من هناك فتحنا هنا أول محل باسم الباحة للأقمشة والخياطة والتطريز. محل مالنا، لكن اول كفيل مالنا الله يرحمهم الله مبخوت بخيت تنافل من حالي، او يعني بدايه محل مالنا محل الباحه. بعدين في 1998 انا افتح محل ثاني باسم محل ابو شيخه. وهاي محل الحين نحن جالس محل ابو شيخه. يعني في البداية سيد عبد الودود كنت تشتغل موظف، كنت مع أخوك، يعني بعدين قررت أنه تفتح محل لوحدك. أنه واحد يفتح محل بزنس لحاله برايفت هنا في الإمارات، كيف لقيت التجربة؟ كان في صعوبات من البداية أنه تفتح كل شيء لحالك؟ أول محل يعني أنا أفتح، أول أنا مؤذف في المحل فتاة اليوم، أنا أعرف ترتيب هناك.
كيف انا اذا انا افتح كيف محل انا، كيف محل انا يفتح واي ترتيب. محل خياطة في يعني صعوبات ضروري، يعني يحصل زباين، يحصل موظف، يحصل خياطين، هاي كله يعني مشاكل زيادة. ونحن سويت شوية تجربة في المحل فتحت اليوم، بعدين نحن أنا أفتح محل باسم أبو شيخة، وفي أبو شيخة بعد عندنا قماش وخياطة والشيلة وحد شيء وجلابيات جاهزة بعد في المحل أبو الشيخ عندنا. يعني خياطين أول يحصل خياط واحد ضروري، يعني خياط مقاس يعني. بعدين نحن يحصل خياطين ثاني يدور يجيب من بنغال، من بنغلاديش أنا يجيب خياطين، من هند أنا يجيب خياطين، وبعدين سويت ترتيب خياطة ومشي الحمد لله ليلة الحين يعني. تمام. أيوة. هون لما نشوف موديلات موجود في أبو شيخة، في موديل أفغاني لبس أفغاني تقليدي حلو كثير، بنشوف موديل مغربي، بنشوف أيضا عبايات. نحكي شوي عن الموديلات الموجودة عندنا هون اليوم في أبو شيخة والأقمشة يلي بتستخدمها والتطريز، يعني من وين أيضا بتجيب هذه الأقمشة؟ نحن نجيب قماش زاد شيء من دبي، يعني من محلات من بر دبي. في هناك محلات يبيعون الجملة أقمشة، ونحن نجيب قماش عندنا موجود حرير زيادة، وطن هندي موجود زيادة، ويل موجود، باسم شربت موجود قماش، لبرتي موجود، يعني انواع واشكال قماش زياده. ونحن نجيب من دبي، يعني من دبي برا دبي هناك في محلات جمله نحن نجيب من هناك، وان يبيع نحن في بالحساب القندوره. وفي عندنا يعني تطريز تقريبا واحد تطريز موجود، واحد ثاني باسم توله موجود عندنا ماكينه، ومكان تفصيل موجود عندي يفصل بعد، ومغربي، وهنا الموديلات اماراتي عندنا موجود، عندنا موجود كل انواع واشكال، زياده اشكال موجوده، حتى لبس باكستاني بعد عندي موجود باسم بنجابي، مغربي موجود. تمام. طبعا كل الناس اللي بتحب تزور أبو شيخة بإمارة أبو ظبي راح يلاقوا كل الأنواع من الحرير، من التطريز اليدوي، كله تطريز باليد، موديلات من القفاطن المغربية، من لباس باكستاني أفغاني، بلاقي كمان عبايات إماراتية. يعني في كمان هون بتحكي عن نماذج إماراتية، من عبايات لباس إماراتي موجودة. أيوة موجودة. تمام. طيب هون نحكي شوي عن تجربتك بالاستثمار بالإمارات. هون لما فتحت بزنس في الإمارات شو لقيت دعم وتسهيل من الحكومة؟ يعني قبل تقريبا 28 سنة جاء أخونا هنا في الإمارات، وأنا بعد يجي بعد أخونا، يعني نحن سامع من نفرات، اسمع من نفرات قال الامارات زين، شغل زين في الامارات، او من طرف الحكومه في سهل زياده. يعني بعد انا واخونا اني هيجي، او نحن ما يعني في الاول نحن ما عندنا تجربه في الخياطه، اول بدايه خياط احنا في الامارات، يعني نحن يعني التجربه هون عملتها هنا في الامارات. في الامارات نحن اجي الامارات شوف نفرات، اول اخونا بس اشتغل في الماكينه هنا تخوير باسم تلي، لبس امارات بس خاصه للامارات، هو يسوي ترتيب في الماكينه تلي سنتين تقريبا، وبعد سنتين هو يشوف هذه المحلات. قبل في البنياس واحد سوق باسم جافر، جرنابر بالعربي نحن يقول يعني افغانيون الجافر، في الجافر هاي كله سوق خشب، اول محلنا هناك في هذه سوق جافر. بعدين نحن يجي بنياس، بنياس اول في شرق تسعه في ثلاثه بنايات،
نحن يفتح محل هناك وبعد يجي زبون الحمد لله يعني صار في زباين وناس كلها صارت تعرف شغلكم. أيوة. حاليا كم محل عندكم هون بالإمارات؟ الحين عندنا تقريبا 10 محلات في الإمارات. محل عندنا باسم الباحة، الحين الباحة وفي فرباد ومحل أبو شيخة، في 4 محلات يعني 4 فروع. ومحل وادي البوستان في فرع، محل جبل بوستان، محل حباب للخياطة والتطريز، حلال للعبايات، الصوب الطاير للخياطة والتطريز. هاي الحين محلاتنا والحمد لله يمشي. أكيد نتمنى لك أستاذ عبد الودود النجاح، وإن شاء الله بنشوف أكثر محلات وأكثر شغل جميل مثل ما شفناه اليوم معك في أبو شيخة. أنت 28 سنة هنا في الإمارات. أيوة. أكيد هذا البلد أنت في معزة خاصة للإمارات. أيوة. شو الرسالة وكلمات ممكن بنوجهها للإمارات، الشعب الإماراتي، القيادة الإماراتية وشيوخ الدولة؟ أشكر عن شيوخ الإمارات على دولة الأمن والأمان، وأشكرهم على البيع الاستثمارية المناسبة في دولة الإمارات. الحمد لله أنا في الإمارات، بيتنا موجود، يعني أمن أكثر من بلادنا في الإمارات. أنا الحمد لله راضي من حكام الإمارات، من شعب الإمارات، من كله شيوخ الإمارات. الحمد لله أنا راضي، أنا في الإمارات راضي. شكراً أستاذ عبد الودود ضيفي اليوم، المستثمر في قطاع الأزياء والأقمشة بدولة الإمارات وصاحب محل أبو شيخة. بنشكرك، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق داخل الدولة.